الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي بمدرسة دوحة المعرفة الخاصة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا يا أحبائي في الدرس السابق عن آداب المجالس، وقمنا بحفظ الحديث الشريف الذي يحثنا على آداب المجالس، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقمنا بفهم معنى الحديث الشريف وفهم المعاني الموجودة بالحديث، برجاء حفظ الحديث الشريف حفظا جيدا. اليوم يا أصدقائي ندرس درس جديد، وقبل أن نتحدث عن درسنا اليوم أريد منكم الإجابة على بعض الأسئلة. السؤال الأول: كم مرة يأتينا المطر في السنة؟ السؤال الثاني: كيف تستقبلون المطر؟ السؤال الثالث: هل تحبون المطر يا أحبائي؟ لماذا تحبون المطر؟ كل هذا نتعرف عليه من خلال درسنا اليوم. درسنا اليوم بعنوان نعمة الغيث. درسنا بعنوان نعمة الغيث. هيا بنا يا أصدقائي نتحدث عن الصورة الموجودة بصفحة 28. تأمل معي جيدا الصورة، تأمل معي وتحدث معي، ماذا تشاهد في الصورة التي أمامك؟ نشاهد في الصورة أشجار، أحسنتم. وماذا أيضا؟ سيارة، أحسنتم. وماذا أيضا؟ عائلة، برافو عليكم، بارك الله فيكم. كيف كان حال العائلة؟ كانوا مسرورين، ممتازين. لماذا؟ نتعرف على السبب من خلال الاستماع إلى نص الدرس. هيا بنا نغلق الكتاب ونستمع إلى نص الدرس اليوم صفحة 28 و29 لكي نجاوب على أسئلة الاستماع. أنصتوا معي جيدا إلى نص استماع الدرس لكي نستطيع الإجابة على الأسئلة إجابة واضحة. هيا معي نستمع جيدا إلى نص درس اليوم. ذهبت مع عائلتي بالسيارة في رحلة طويلة من محافظة مسقط إلى محافظة ظفار. مررنا فيها بعدد من الولايات العمانية الجميلة، ثم قطعنا صحراء شاسعة. تعبت من طول المسافة والانتظار، فنمت بجانب أختي، وفجأة أيقظتنا أمي قائلة: استيقظوا يا أبنائي، فقد وصلنا بحمد الله تعالى. فتحت عيني فرأيت المروج الخضراء والزهور المتفتحة، فسألت أمي: هل أنا أحلم يا أمي؟ قالت: لا يا أحمد، هذه حقيقة. وكيف ذلك يا أمي؟ كنا في صحراء جافة ونحن الآن في وسط جنة خضراء. قالت الأم: هي قدرة الله تعالى الذي ينزل الغيث فيحيي به الأرض فتنبت الأعشاب والأشجار لتكون كما ترى مروجا تبهج النفس وتشرح الصدر. قال أحمد: الحمد لله على نعمة الغيث، الحمد لله على نعمة الغيث. بعد أن استمعنا إلى نص الاستماع الموجود بالدرس، هيا بنا نجاوب على السؤال الأول. صف الطريق إلى محافظة ظفار كما وصفها أحمد. من منكم مستمع جيد يجاوب على السؤال الأول؟ إجابة السؤال الأول: صف
الطريق إلى محافظة ظفار كما وصفها أحمد. قال أحمد: ذهبت مع عائلتي بالسيارة في رحلة طويلة من محافظة مسقط إلى محافظة ظفار، ومررنا فيها بعدد من الولايات العمانية الجميلة، ثم قطعنا صحراء شاسعة. بارك الله فيكم. السؤال الثاني: لماذا تعجب أحمد عند رؤيته المروج الخضراء؟ ها، من مستمع جيد؟ لماذا تعجب أحمد عندما استيقظ من نومه ورأى المروج الخضراء؟ لأنه قبل نومه كان يرى صحراء جافة، وفجأة عندما استيقظ وجد نفسه في وسط جنة خضراء. لهذا تعجب أحمد وسأل أمه: هل أنا أحلم يا أمي؟ قالت له: لا، بل إنها حقيقة. السؤال الثالث: بما فسرت الأم الاختلاف الكبير بين البيئتين صف أول؟ عندما قالت: هذه قدرة الله تعالى الذي ينزل الغيث فيحيي به الأرض فتنبت الأعشاب والأشجار لتكون كما ترى مروجا تبهج النفس وتشرح الصدر. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح الجزء الأول بالدرس. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونكمل الدرس الحصة القادمة بإذن الله تعالى.